صباح الخير، أنا رامي بدوي، مدير مخيم في راس شيطان بير سوير نويبع، محافظة نويبع جنوب سيناء. احنا الأماكن، أنا في البداية حابب أن أتكلم على طبيعة المكان هنا. طبيعة المكان هنا عبارة عن مخيم. المخيم ده بيبقى فيه سي فيو والماونتين فيو، البحر من الخلف والبحر من قدامنا، الجبل عفوا من خلفنا والبحر من قدامنا. أغلبية السياح اللي بيجونا هنا من جميع طبعا الجنسيات، بيجينا جميع الجنسيات، بيجينا ألمان، بيجينا أوكران، بيجينا روس، بيجينا هولنديين، بيجينا عرب كمان، خليج. وطبعا احنا عندنا المخيم طراز، أصلا طراز بدوي، يعني كل حاجة فيه بدوية، وما شاء الله في كل حاجة متوفرة لأي سايح، أي زبون يجي اي حاجه تلاقيها من اول الالف لغايه الياء. وعندنا المشاوي زي ما انت عايز، جميع انواع المشاوي، اذا كان لحوم، اسماك، اي حاجه انت عايزها. في عندنا قاعده نار على البحر ما شاء الله، دي كانت كبيره، بتساعد ممكن 50 60 فرد، فيها نار، فبنشوي فيها، بنولع فيها، بنعمل كل شيء فيها، حتى الشاي ابو راكية بتاع زمان بنعمله فيها. وعندنا شايات هنا، وعندنا العصائر، كل حاجه هنا موجوده في البوفيه اي وقت ما شاء الله. الشاي شاي يعني بالاعشاب الطبيعيه، وكل حاجه هنا بنستعملها من البدو بيجيبوها لنا، بنستعملها للناس ما شاء الله 100 100.